الرئيس مرسي جاي من خلال صندوق انتخابات ديمقراطية ونسب أعلنت رسميا ويمارس العمل، والظروف الحياة اللي حواليه ظروف صعبة شوية، لكن الله يعينه. يعني أنا أحب أحتفظ بالجيش كده في دوره. أما اللي كان حصل قبل كده ده كان نوع من الاستثناء، يعني ما هوش الواقع، لكن الجيش دوره، والجيش ده المؤسسة القوية اللي بنعتمد عليها كلنا، ولما لجأ لها النظام السابق أو نزل الجيش ده كان وضع استثنائي مش الوضع. الحركات الإبتية اللي طلعت ده هي طلعت من مواقف، والحركات الإبتية دي بتتكلم عن دور علماني في الشارع، وده أحد مميزات الثورة إنها أعطت فرصة لكل حد إنه يتكلم، دي ميزة كويسة. لكن الكنيسة باعتبار عملها روحي أو شغلها شغل من الناحية الروحية ملهاش تدخل في الأمر ده. مفيش ارتفاع الأعياد، لكن دي زيارة محبة وزيارة تهنئة أساسا لقداسة بابا روم. كنا مرتبطين بتاريخ يوم 10 مايو اللي هو اليوم اللي من 40 سنة وقع فيه البابا شنودة التعاون المشترك بين الكنيستين. احنا بنعمة مسيح، أقول لك بقى على خبر خاص لك، نعمة المسيح هنستقبل بطرك إثيوبيا يوم 17/6 اللي جاي. طبعا بطريرك إثيوبيا وكنيسة إثيوبية لهم علاقة قوية بمية النيل هناك، ونتمنى أن الزيارة دي تكون سبب حلو. يعني المناخ العام فيه رسائل تخويف فسببت نوع من الاضطراب ونوع من عدم الاستقرار في حياة المصريين بصفة عامة والأقباط بصورة خاصة، فبعضهم ابتدى يلجأ لحل الهجرة. رسائل البرامج التلفزيونية اللي بتستضيف ناس ما بتلاقيش حد يقول لها عيب، يعتدي على الإيمانيات المسيحية ويحقر من الإيمان المسيحي ويتهم الآخر بالكفر. كل المسلمين المعتدلين العلاقة زي الفل، وبيمثلها الأزهر. حاليا بتتم مجموعات من اللقاءات بين شيوخ وبين كهنة، بيقعدوا بعد 3 أيام وياخدوا نوع من المحاضرات المشتركة ويتربى ما بينهم صداقات مشتركة، دي حاجة حلوة. بلادنا مبروكة وبلادنا مقدسة وبلادنا محتاجانا كلنا، وإن كان في حالة عدم استقرار حاليا فأنا أعتقد أن ده إلى زوال، وهتنشط مصر وهتنشط اقتصادها وهتمشي، لأن مصر دايما مبنية على الاعتدالية.